زلزال عنيف يضرب سومطرة في أندونيسيا. خبر بيقول ضرب زلزال عنيف اليوم الأحد مقاطعة سومطرة الشمالية في أندونيسيا، وأفادت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ وجيوفيزياء بإندونيسيا اليوم الأحد أن مركز الزلزال كان على بعد 75 كيلومتر شمال غرب ولاية نياس أوتارا، وعلى عمق 38 كيلومتر، وكان الزلزال بقوة 5.3 ريختر. لم تفد أنباء عن وقوع أي خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال حتى الآن.